نروح مع حضراتكم بوابة الشروق لبوابة الوطن. هنقرأ منها الصحة: تطعيم 1141 مواطن بلقاح كورونا في اليوم الأول. أعلن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تلقي 1141 مواطن من الفئات المستحقة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين. بيأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين. طب نترك هذا الموضوع وتفاصيله. على الهاتف معنا الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري أمراض صدرية. صباح الخير يا دكتور، وعايزين نتكلم على لقاح كورونا والتطعيم الذي يتم للقاح كورونا، وكيف أن هناك 1141 مواطن يعني تلقوا التطعيم في اليوم الأول من لقاح كورونا، وهل هناك فئات معينة يجب أن تتناول هذا اللقاح؟ صباح الخير صباح الخير سيد أدى، أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا يعني خطوه كويسه، خطوه ال 1000 ميل بتبتدي طريق ال 1000 ميل بتبتدي بخطوه. احنا محتاجين طبعا نطعم اكبر عدد من الناس او نديهم اللقاح، والفئات اللي طبعا اولى واللي هتبقى مستحقه للقاح قبل غيرها هي الاطقم الطبيه، وبعد كده المسنين واللي عندهم امراض مزمنه. الفئات اللي مش هتلقح او مش هتتلقى التلقيح هم الشباب اللي اقل من 18 سنه والسيدات الحوامل او السيدات المرضعات، هم دول اللي هيستثنوا من التلقيح. فاحنا نرجو ان حملات التلقيح تزيد عن كده بكثير، لان طبعا احنا محتاجين كده على الاقل في 60 70 مليون هيتم تلقيحهم هذا اللقاح. عايزين نبتدي بقى ان كل الناس علشان نقضي على هذا او يعني نقلل من هذا ونرجع للحياه الشبه طبيعيه. تمام. أنا مش عايز أقول نرجع للحياة الطبيعية في البلد. تمام. طيب دكتور، يعني طبعا اللقاح بيتم على أكتر من مرحلة، تفاصيل أكتر حول هذا الموضوع عشان طبعا اللي أخذ الجرعة الأولى. اللقاح الصيني سينو باك، وده بيتم تلقيحه جرعتين منهم من 3 أسابيع لشهر. الجرعة الأولى بتدي مناعة حوالي 30%، انما الجرعه الثانيه هي اللي ممكن توصل لحوالي 85 او 86% مناعه. فاحنا كلنا هناخد جرعتين، الا اللي اصيبوا بالكورونا قبل كده دول ممكن ياخدوا جرعه واحده، وده موضوع محل دراسه لسه، ممكن ياخدوا جرعه واحده اللي اصيب بالكورونا. وانه تلقيح الناس بهذا اللقاح هيقلل طبعا من الاصابات كتير جدا جدا، ويخلينا نبقى اكثر مناعه. وبرضه بس عايز اكد ان ده مش هيمنع ان احنا نتبع الاجراءات الاحترازيه المعقوله طبعا، وهي التباعد الاجتماعي. طب معلش يا دكتور، بس يعني في هذه الجزئيه محتاجه توضيح حضرتك. حضرتك بتقول اللي اصيب بكورونا هياخد برضه بس جرعه واحده؟ غالبا هي محل دراسه، لكن انا مش هو مفترض يا دكتور بيكون عنده اجسام مضاده؟ ان هو كان عنده اجسام مضاده، فالجرعة اللي بياخدها دي تبقى جرعة منشطة، عشان كده الجرعتين اللي بيتاخدوا بتبقى فيه للي وده ما يكونلوش آثار جانبية؟ أي لقاح في الدنيا، أي دواء في الدنيا، أي حل في الدنيا ليه آثار جانبية. احنا كلنا خدنا لقاحات لشلل الأطفال واحنا صغيرين، وخدنا لقاح البي سي جي للبرن، وخدنا لقاح السعال الديكي، وخدنا لقاح الدفتيريا. كل هذه اللقاحات، والإنفلونزا طبعا موسمية بعضنا بياخدها لغاية دلوقتي في الموسم بتاع الانفلونزا في شهر 10 بدايته، بيبقى فيه اعراض جانبيه زي بعض الناس، برضه لازم نبقى محددين مش كل الناس، بعض الناس بيصابوا ارتفاع بسيط في درجه الحراره لمده يوم او يومين بكثير، والم من اثر الحقن. بس هنا دكتور محمود، بالنسبه يعني لقاح او جرعات الانفلونزا العاديه لازم اللي ياخدها يكون سليم، ما يكونش يعني عنده اصابه بالانفلونزا. وهنا بالنسبه للكورونا، هل نفس الوضع اللي يكون عنده اصابه بكورونا ممكن ياخد اللقاح؟ عنده اصابه بكورونا مش هياخد اللقاح الا بعد 3 شهور. يبقى لحضرتك تمام، يعني اللي عنده اصابه بالكورونا يعني في قواعد لده. طبعا بعدها بـ3 شهور. 3 شهور اللي هي الفتره الخاصه بالمناعه، يعني بالاجسام المناعيه. لان الاجسام المناعيه بتبتدي تقل في اخر الـ3 شهور،
نروح نديها الجرعه المنشطه بتاعت اللقاح الصيني تنشط المناعه وتوصلها بقى لما يكون خد جرعه اولى قبل كده، ودي الجرعه الثانيه توصل ل 85 86%. تمام. طيب دكتور، لو الجرعه الاولى سببت مثلا اي اعراض جانبيه يعني مع المراقبه في مشكله، ما بياخدش الجرعه الثانيه، بيتم التعامل في الحاله دي ازاي؟ لا عادي جدا، الجرعه دي بتبقى يعني اعراض بسيطه جدا، ارتفاع بسيط في درجه الحراره نص درجه، الام في الجسم لمده 48 ساعه على الاكثر بتنتهي. طبعا ياخد الجرعه الثانيه، ياخد الجرعه الثانيه في ميعادها. اللي مش ياخد جرعه ثانيه يعني لا قدر الله حصل له مضاعفات خطيره جدا، ودي ما شفناهاش يعني، مش شفناهاش خالص ولا سمعنا عنها. اللي بيحصل بعضها يعني انا ما سمعتش عن اثار جانبيه كبيره لهذا اللقاح. طب التخوفات يا دكتور محمود، يعني في المواطنين مثلا بيتخوفوا من انهم يحصلوا على هذه، احنا لازم نتفهم اللقاح. اي حاجه جديده في الدنيا لازم الناس تتخوف منها، وده في العالم كله مش غريب، لا على الشعب المصري ولا على شعوب العالم. في بعض الناس بتتخوف، احنا بنحاول نقضي على هذا التخوف ان احنا زي ما بنعمل كده، المسؤولين الكبار بياخدوا اللقاح اول ناس. بنكلم زي ما انتم بتتكلموا كده وسائل الاعلام، بتقولوا للناس ده حاجه مفيده، وبالتدريج بالتدريج بيدخل قطاعات كتيره وبيروح التخوف ده، وده شيء طبيعي ولازم نتعامل معاه. طب دكتور، يعني دلوقتي في اكتر من لقاح تم اعتماده، تنوع اللقاحات ليها نفس التأثير على الجسم في المناعة العامة بقى لما بيكون هناك تنوع في اللقاحات، يعني المسألة هنا بتكون متساوية؟ وفي لقاحات طبعا المناعة بتاعتها أكتر شوية، حوالي 95%، وفي لقاحات أقل من 85%، لكن احنا بنكتفي حتى بمناعة فوق 70%. ده كويس جدا جدا جدا. لما تعرفي حضرتك إن اللقاح الإنفلونزا الموسمية بيدي 60% بس مناعة، ما بيديش أكتر من كده، فإحنا لما ناخد لقاح يدينا 85% مناعة، فدي حاجة كويسة جدا جدا، وده هيقلل من تواجد الفيروس في الجو بتاعنا. ما هو اللقاح بيقضي على الفيروس في الجو بتاعنا، نقدر بقى يعني تبقى حياتنا أقل يعني احترازا إن شاء الله. وهنا التوفير طبعا، يمكن لما وزارة الصحة بتتكلم دكتور محمود هنا في على أرض الواقع أو في الناحية اللوجستية أو الإدارية، يعني انه تم تخصيص 40 مركز على مستوى المحافظات لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا، يعني هنا توافر الاماكن اللي بيتم فيها التطعيم ضد فيروس كورونا. كل ما تزيد الاماكن كل ما يزيد عدد الذين تلقون اللقاح، كل ما يزيد الناس المدربين لاعطاء اللقاح، كل ما تزيد عدد اللقاحات، كل ما يتم كمان اعطاء الناس بسرعه. احنا مش عايزين نقعد في الموضوع ده شهور، عايزين يعني في خلال شهر. احنا سمعنا عن دول يمكن خلاص لقحت 70% او 100% من شعوبها يعني. تمام. نشكرك دكتور محمود عبد المجيد استشاري الامراض الصدريه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.